حنبلش بالكريم الاساس. انا اوريدي حطيته، عملت فيديو كيف تحطوا طريقه كريم الاساس، ضغطوا على الرابط لياخذكم للفيديو وتشوفوا. بالنسبه حطيت عدسات زرق، وتحت العين مش رح اخفي الهالات السوداء لانه المصاصين الدماغ ما بيناموا منيح، فبيكون عندهم هالات سوداء كتير قويه، بالعكس رح اقويهم للهالات السوداء. بعدين رح اخذ لون فاتح حطه على الجفن الفوقاني مشان يكون اساس للاي شادو اللي رح حطه فوق. بعد هذا اللون رح اخذ لون هيك جاي عنابي، فيه احمر وفيه كمان بني محروق، ورح بلش ادمجه من تحت نهاية العين لكسرة العين وبطلوع لفوق، فرح يندمج بالشكل الموضح هلأ بالفيديو. بعد ما ادمجه منيح يعني رح انا مش رح هيك اهتم كتير بالدمج لانه اساسا رح احط فوقه لون اسود. بعدين بنفس الفرشاية الكبيرة رح اخذ نفس اللون اللي هو جاي حمار وحطه تحت العين مش عم بين انه عيوني تعبانين فيهم حمار من التعب والسهر وهيك، ورح اوصله بالايشادو اللي حطيته اوريدي فوق العين. بعدين رح اخذ اللون الاسود وابنيه فوقه لهذا الايشادو اللي حطيته. مثل ما شايفين رح بلش ابني فوقه وبنفس الوقت ادمجه، بس مش دمج كتير احترافي لانه ما بدي اياه يبين كانه انا احترافية او عم بعمل ميك اب هيك كله ميك اب، لا بدي يبين كانه لوك مائل للحقيقه شوي، واكيد ما رح يهتموا كتير المصاصين الدماء بلوكهم. بعدين تحت العين كمان رح احط اسود شوي مشان يبين تعب وارهاق. بالنسبه للحواجب رح خليهم حادين من نهايه الكسره تبع الحواجب هي اللي هلا عم تشوفوها، حطيتها حاده او خليتها حاده فوق الحواجب، حطيت شوي اسود مشان يبين كانه كونتور بس جاي على سواد وتعب. رح اخذ لون ابيض او يعني الوان ابيض وحطه على بشرة وشي اللي مبين المكانات اللي مبينة هلا قدامكم بالفيديو، ورح ادمجه بالفرشاية مع الفونديشن مشان يعطيني البياض تبع المصاصين الدماء. في عندهم بياض هيك غريب ببشرتهم بيكون كأنهم متعبين مرهقين، فهذا البياض بدي اياه انا يكون واضح عندي فحطيته فوق الفونديشن. بعدها رح اخذ لون احمر، طبعا لازم يكون شفايف لونه احمر. انا بالنسبه لي فيكم تخلوه اسود، فيكم تعملوا اللون اللي بدكم اياه، انا بالنسبه لي اخترت اللون الاحمر. بس اللون الاحمر اللي حطيته هلا هون عم حط الماسكارا، بعد ما حط الماسكارا رح حط الحمره اللي لونه احمر، بس اللي حطيته اول شيء جاي على برتقالي، بعدين حطيت فوقه اللون جاي على سواد مشان غمقه بس ما خليها سوداء. بعدين رح اخذ دماء مزيفة وبفرشاية رح احطها بالشكل الموضح قدامكم بالفيديو على نهاية الدم وكأنه نازلة. وبس هذا هو اللوك، كتير كتير سهل تتحوله لأي شيء بالميك اب. الميك اب عن جد سحر كتير حلو، انا كتير بعشق الميك اب. اذا حابين اعمل اي تحول لأي شكل اكتبوا لي تحت بالكومنت وبس. لا تنسوا تشوفوا الفيديوهات الماضية اللي عملتها بالقناة مثل نصائح تجميلية للبنات وأشياء لا يفهموها البنات عن الشباب، ضغطوا على الروابط، وأهم شي تعملوا اشتراك مشان تشوفوا الفيديوهات الجاية. بحبكن خيرات الله، وبشوفكن بالفيديو الجاي إن شاء الله. باي.